فانا جيت الليله بصدفه صراحه في سوق واجه كان ضايع وسط الجمهور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعاكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير، وده اليوم الثاني لينا في الدوحة قطر. حقيقة يا جماعة أنا مبسوط جدا جدا، وفي نفس الوقت والله ما شاء الله تبارك الله مبهور جدا من الإنجاز القطري الرائع ومن الحاجات الجميلة اللي أنا بشوفه كل يوم. يا جماعة أنا كل يوم بنبهر بحاجة جديدة، يعني ما شاء الله تبارك الله أبدعتوا يا قطر حقيقة من جد. قطر دولة عظيمة وفعلوا المستحيل وأصبح المستحيل واقع. طبعا يا جماعة أنا هنا في أقدم شارع في دولة قطر، وعلى بناء على الشارع ده أو المنطقة دي تم تحديد الحدود القطرية. هتسألوني كيف؟ طيب تعالوا معي. عام 150 ميلادية اكتشف الرحالة كلوديوس منطقة كتارة، وفي ذلك الوقت أطلع عليها منطقة كتارة ورسمها في خرائطه الخاصة. وفي عام 882 ظهرت هذه الخرائط وضم إضافتها إلى خرائط العالم، وبعد ذلك تم إضافة خريطة كتارة إلى خرائط أطلس للعالم الإسلامي، وتم تحديد الحدود القطرية، وبعدين تم تحديد حدود شبه الجزيرة العربية. لذلك المنطقة دي تعتبر أقدم منطقة في قطر، وبناء على المنطقة دي تم تحديد دولة قطر. وتعالوا مع بعض يا جماعة نشوف جمال المنطقة، وبعدها نمشي عدة مناطق زي ما وعدتكم. خلال اليومين دي أنا هحاول أصور أكبر عدد ممكن من المناطق. الله يديكم ألف عافية، وتعالوا معي وخلونا نشوف الجمال. ويا جماعة طبعا يعني ما شاء الله تبارك الله الأجواء أكثر من رائعة. تخيلوا الآن الساعة 2 ظهر ودرجة الحرارة تقريبا 26 درجة مئوية. جماعة ما شاء الله تبارك الله، كورنيش كتارة من أجمل الكورنيشات اللي قابلتني في حياتي. طبعا هنا قطر مزج ما بين الماضي والحاضر، ورونا بعض السلع التجارية قديمة اللي كانوا بيبيعوها في ميناء كتارة. طبعا ده هنا البريش أو المصلب السوداني، وعندكم هنا طبعا الشوال والقفة بدل القفة الآن الأكياس البلاستيكية، وبعض المنتجات اليدوية كمان بيبيعوها على كورنيش كتارة. طبعا هنا عندكم البحر وبعض السفن القطرية، حتى داخل البحر خاتين مكان الشراء أعلام الدول، ودي كانت لفتة جميلة منهم وأول دولة تعمل حاجة زي كده. حقيقة يا قطر ما شاء الله تبارك الله أبدعتوا أبدعتوا، كلمة أبدعتوا قليلة في حقكم. ناخد جولة سريعة على الكورنيش ونمشي على المنطقة اللي بعدها. قبل ما نبدا يومنا اول حاجه خلوني يا جماعه اخذكم معاي لتيست ستريت. امبارح جينا انا واخوي طارق هنا جربنا مطعم جلدي جلدي، بس للاسف انه مقفل. اخذنا من عندهم كسديه ساندوتش يا جماعه كان خطير خطير، كنت اجربه معاكم الليله لكن للاسف مقفل. تعالوا معي شوفوا كيف المنطقه يا جماعه ما شاء الله جميله. دائما يا جماعه الاخشاب تدي جمال للمكان بصوره ما طبيعيه، وغير عن كده يعني شوفوا شوارع كتارة، شوفوا كيف شكل الشارع. بسم
بسم الله. وطبعا دي وجبة الغداء حقتنا، شاورما. طبعا دي بس الشاورما والبطاطس في الكيس، كلفتني تقريبا 20 ريال. ما شاء الله تبارك الله، حتى الأسعار في قطر رخيصة، يعني من امبارح إلى الآن أنا صارف تقريبا يعني تقريبا 200 ريال، وكل يوم قاعد أكل برا، فطور غدا عشاء. يعني ما شاء الله تبارك الله، بجد البلد رخيصة. أنا في البداية تعرضت لي فرصة إنه أجي قطر مع أختي، لكن صراحة أنا رفضت، كنت متخيل البلد زي دبي غالية كده، لكن صراحة رخيصة رخيصة جدا جدا. الله يديم نعمة الرخاء دي يا رب. لو أنت في بلد تلقاها رخيصة طبعا كده لا شعوريا. خلوها بعد ما نخلص الغدا نمشي إن شاء الله المسرح الروماني في منطقة كتارة، وفي كمان الشارع المكيف حنصوره، وبعدها نمشي المنطقة الثانية إن شاء الله. ورجعت لكم مرة ثانية يا حلوين، وبكده تكون خلصت جولتنا في منطقة كتارة. طبعا يا جماعة انتوا قادرين تتخيلوا انه الشارع ده مكيف، يعني حتى لو جيتنا في الصيف المنطقة دي بتكون باردة. كيف سووها الله أعلم، نسأل القطريين صراحة ده كيف سووا الإبداع ده. يعني تخيل انتوا ماشيين في نص الشارع والمكيف جايكم من كل مكان، رغم انه الشارع مفتوح. شوفوا يا جماعة الخير، خلونا نمشي للمنطقة الثانية ونلحق المقلب، عشان التصوير دائما في الصباح يكون أحلى بكثير من الليل. تخيلوا يا جماعة، أنا بس عشان أصور المنطقة دي أخذت أكثر من ساعتين، وكل ده عشان خاطر عيوني. يا جماعة قبل لا أتكلم على منطقة اللولو، أسمحوا لي أقول لقطر باريس الشرق الأوسط تستحق الاسم على جدارة. وطبعا الآن أنا في منطقة المارينا. منطقة اللولو عبارة عن جزر صناعية وعشر مناطق، أنا ما مشيت غير منطقة واحدة. تم توصيل هذه الجزر الصناعية بالشاطئ الشمالي لمدينة الدوحة. أنتوا قادرين تتخيلوا يا جماعة، سنة 2010 المنطقة دي كاملة كانت ما هي موجودة، وتم التجهيز والبناء لها قبل كأس العالم، وقطر فعلت المستحيل وبنته. تكون من شقق فندقية وتجارية وسكنية ومطاعم ومقاهي. إلى أين يا قطر؟ جماعة الخير، ما شاء الله تبارك الله. طبعا دي محطتنا الثانية، وحتكون محطتنا الثالثة سوق واقف. طبعا الليلة يا جماعة مباراة أسود الأطلس وكرواتيا، يلا اتمنوا لهم إنه يفوزوا بالميدالية الذهبية. هناك حتكون الفعاليات جميلة جدا جدا، وتعالوا نمشي نحضرها مع بعض. خليكم معانا ويلا تعالوا نمشي على سوق واقف سوا، بس بعد ما نصلي المغرب، لأنه الآن الأذان أذن. يلا. خلينا أعدي على بلاج مول القريب من استاد حمد الدولي، اللي كانت فيه المباراة ما بين كرواتيا والمغرب، وللأسف المغرب خسرت المباراة. بس حقيقي لازم يرفعوا راسهم عالي، لأنهم حققوا المركز الرابع في بطولة كأس العالم، وأول دولة عربية وأفريقية
توصل الى المواصيل دي. ارفعوا راسكم فوق، حقيقي تستاهلوا انتوا وصود الاطلس. طبعا المول مستوحى من بلدة تل الايطالية، وداخل المول فيه بحيرة صناعية، وداخل البحيرة الصناعية طبعا شايفين القوارب او الزوارق، تاخدكم في جولة 10 ريال للشخص، واذا كنت انت لوحدك بتاخد منك 20 ريال وبتاخدك جولة داخل المول. شوفوا رغم انه المول قديم ما شاء الله تبارك الله له اكثر من 12 سنة، بس حقيقي يعيشك اجواء ايطالية. ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا يا جماعة رجعت لكم بعد اللفة الطويلة دي. طبعا يا حسناء انا الليلة لفيت لفة طويلة جدا جدا، كانت بداية اول حاجة في قطارة، وبعد قطارة مشيت بلاجي مول، وبعدها مشيت شاطئ اللولو. مشيت الاماكن دي من ما جيت ولا ما مشيت؟ مشيت قبل صراحة كأس العالم، بس اجواء هاي الحين مرة تشينجي. ايوه صراحة مع الزحمة ومع الناس ايوه الاجواء هذه والله يعني تخيل الليلة شارع واقف بالطريقة دي، فما بالك بكرة حيكون في يوم وطني وكمان نهاية هنكون كمان معاك. بالمناسبة أنا دارك ترفع راسك، دارك ترفع راسك صراحة. المنتخب المغربي ما قصروا نهائي، قدموا صراحة جولة بطولية ورفعوا راسنا كلنا كعرب طبعا، وكانوا هم فخر العرب بعد قطر صراحة في الإنجاز العظيم لتنظيم كأس العالم. رأيك شنو في تنظيم كأس العالم؟ والله الصراحة الوضع كان مرة حلو، خصوصا في الملعب كان نظام، كان اجواء حلوه، انا استمتعنا والله. اي ومعنا سي انا دوبي ما شاء الله شفت، ما شاء الله تبارك الله شفت اخواننا المغربيين متحمسين جدا. معنا ايش معنا كلمه سي؟ سير يعني سير الى الامام. سير الى الامام، سير يا بشير طبعا الله يرحمه. ايوه هي دي. حاب تضيف اي كلمه للمنتخب المغربي بالانجاز العظيم اللي قدم؟ والله رجالنا اليوم ما قدموا اشياء كثير الصراحه، عدنا رفعوا لنا راسنا في العالم، عرفونا للعالم، شكرا لهم. وان شاء الله كاس العالم الجاي ان شاء الله ناخذه باذن الله تعالى. باذن الله تعالى زي ما قلت لك صراحه ده انجاز عظيم، وبالعكس المفروض انتم ما تزعلوا، المفروض تفخروا بالحاجه دي. يعني صراحه اول فريق عربي واول فريق افريقي يوصل لنصف النهائي دي بحد ذاته صراحه انجاز عظيم. ونتمنى ان شاء الله لكل بقيه المنتخبات العربيه توصل مواصيلكم دي ان شاء الله ديما قريب. ان شاء الله باذن الله. بكره توقعاتك لمباراه بكره شنو بين فرنسا ان شاء الله؟ انا ابغى الارجنتين. تبغى الارجنتين؟ انا ابغى فرنسا صراحه عشان بعد اللون الحين. لا والله انا ما كده، انا ما عنصر يا جماعه، انا مع الفايز فقط. انا ان شاء الله بكون مع الفايز باذن الله تعالى. بدي اشوف المباراه كامله ان شاء الله باذن الله.
وبكده حسنا تكون خلصت جولتنا لليوم وفرصه سعيده يا جماعه. طبعا يا محاسن الصدف انا لقيت الليله بسيطه صراحه في سيدي واجد كانت ضايعه وسط الجمهور. وبكده خلصت تغطيتنا لليوم، اتمنى ان التغطيه تكون نالت اعجابكم واشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديما بغريب.